77. Tell him to press. Aboy, pag may ano, bigyan niyo ng giveaway, yun o. Pag may sugar. Iyak ang sinta man eh. 150, 80. Pagdali. خلف الكواليس يا اخي والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعادة مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع المهندس حامد بن خضر سبيه، سعادة مدير مركز تلعت نزل المكلف الأستاذ مسلم الكتيري، أصحاب السعادة مشايخ القبائل، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا الوطن الآمن في ظل حكومتنا الرشيدة، أيدها الله سبحانه وتعالى بكل توفيق. وها نحن في هذا المكان الغالي على قلوبنا
من وطننا الحبيب بمركز تلعت نزة، حيث حرصت الهيئة الملكية بينبع وبدعم وتوجيه من لدن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، وبمتابعة حثيثة من لدن سعادة مدير عام الخدمات العامة المهندس حامد بن خضر سيدين على تقديم البرنامج التطوعي القافلة الطبية لهذا المكان العزيز علينا جميعا، حيث شارك ولله الحمد والمنة أكثر من 60 متطوعا ومتطوعة بما فيهم الكادر الطبي من برنامج الخدمات الصحية الممثلة باللجنة الطبية برئاسة الدكتور عبد القادر الجهني، ومشاركة جمعية أطباء طيبة والذين حضروا إلينا من المدينة المنورة مشكورين، فجزاهم الله خير الجزاء. لإقامة هذا البرنامج في مركز تلعت نزة، وكان لرئيس المركز الأستاذ نسم الفتيني الدور الكبير، والشكر موصول للأستاذ جميل أرجبي مدير مدرسة صفوان بن قدامة، والذي فتح لنا هذه المدرسة لتكون مركزا طبيا مؤقتا، فلكم كل الشكر ولكم كل التقدير. وأطمئنكم وأطمئن سعادتكم أنه زار القافلة إلى هذا الوقت أكثر من 500 زائر ولله الحمد، جميعهم استفادوا من الخدمات الطبية والبرامج التوعوية والهدايا التثقيفية التي بإذن الله سيكون لها دور في بيوتهم وفي منازلهم بإذن الله تعالى. سعادة رئيس مركز تلعت نزة الأستاذ مسلم الكتيني. يتفضل شيخ قبيلة نزة الشيخ صالح بن سليمان النزاوي. شيخ قبيلة الكتنة الشيخ مبارك بن باس الكتيني. يتفضل الأستاذ جميل أرجبي مدير مدرسة صفوان بن قدامة، وأيضا سيقدم للمدرسة 3 حقائب إسعافات أولية بهذه المناسبة. يتفضل السادة جمعية أطباء طيبة الخيرية وينوب عنهم الأستاذ أحمد الحسن. وكذلك درع تذكاري للأستاذ خالد منسي لجهوده معنا بمحافظة ينبع. شكرا لكم مهندس حامد بن خضر سبيل.